أعوذ بالله تعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلاة وسلاما يلقان بمقام سيدنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ربين في فلوان سلم حيد بحلوان كسيس دينو لون إن شاء الله سبحانه وتعالى. إني ثمين المؤمنين أغيو ربي قبرنا الخير، أغيو ربي قبرنا الطاعة، أغيو ربي قبرنا الدين. أذي سزق ربي ولون النار، أذي جمع ربي شمل النار، أذي زدي ربي تاك مسيرنا. أن دعو ثيث مثوي لن ضموضنا تسحل ربي وذي مثنثني رحم ربي، وين يقول لك الخير زدير ربي، وين يقول لك الدقة دي فرج ربي في اللاس، هذه قبل ربي تظلي في النار، هذه قبل ربي الصيام النار، هذه قبل ربي صدق النار، أغص ربي دوني تلخاف، اللهم آمين. إيث مثلا المؤمنين نزور تمثيلات الدروس عدان، من الناد اللي فغير ربي سبحانه، يمدي فرض فلانا شهرين رمضان، أنه أن حقق يوث الدرجة الديني مقارن تقوى الله عز وجل. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه قارد التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اللهم صل عليك رسول الله. نمسليت قد درسي عدان الخوف من الجليل أنه العبد لقد يسعى الخوف ربه. في سنة العمل بالتنزيل أنه العبد لقد يطبق شرع ربه وفي الطبق أكني في ديفك ربه مش أكني في غانسة للعباد تاوين قوض ربي تاوين قد دينيس أين يثنسوا عذن كان الحاجة موث نتسوع ذرا ندخل في الهوانسن أكيني وكي ولاش ذيكس الآية نغ الحديثين وغيس حارانا أتفضي يتفد تمشكو كليل عمريس باش أكنو غيت صدوع ربي سبحانه. أنت الدين ما تشكايت مثلا الدين إلا قتاويض شرع ربي سبحانه ذاك مالي تيس ثلاثة غيت مثلا دينا غد نسمي إن شاء الله الرضا بالقليل أترضوب سوينيك دقسم ربي سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، الدنيا ثكي غدي خلقك ربي سبحانه يخلق غد يفكي غد معيشنا الجميع ويني دي خلق ربي إلا ويفكي يزد معيشيس لشي دينا ربي القرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لشي المعنى دابة كل ما يدب على الأرض الجميع ويني كتعيش نقلقى ربي إن دا ربي سبحانه أم عيشي نس صغر ربي سبحانه إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ربي غيث مثلا يفكد معيش يفكد الرزق يقسم ربي سبحانه الأرزاق، فربي هو الرزاق. غيث مثلا المؤمنين الأرزاق يقسمك ربي سبحانه يقسمي ثنس الحكمة، لأن الدنيا في كامل فنغف الابتلاء فنغف وجرب. ما شو المعنى واش المعنى سيد مثلا ربي سبحانه ما يفكى يغد الخير سان فو با دير ذا حب يغي حب، وما يكسر ربي سبحانه سان فو با دير ذا كره يغي كره. ربي يقسم الارزاق يسعى الحكمه ذا بالتالي مع ذا جرب يزمر يكدي فكا ربي يكدي زقد باش اكي بالتالي اكي جرب ما تشكر ربي في النعمه ينس يزمر ربي يكيكس يكدي فكا الفقر وكنا عنير أذي زار ما تصبر أضغى في القضاء ينس. دونك يمكن إلا قنم عمل كوني غدا رزق ربي سبحانه إلا قنم عمل فالرضا أنسعو القناعة أنسعو الرضا سوين غدي قسم ربي ونسختار وفين غدي فكا ربي يقارد وش بيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله يقارد انظروا لمن هو أدنى منكم ولا تنظروا لمن هو أعلى منكم فإنه أجدار ألا تزدروا نعم الله. صلوا على رسول الله. إنك فغما تسمو قلم قل خير دي فكار ربيع تسمو قول غار العبادة قلس دونون طلي ثغوي ذي قلن نيغنون أي غار يا رسول الله فإنه أجدر نشتكا كوني جن وثقر مر النعمة ربيع أتصل العبادة يثمتني في كيز ربي الخير نكرن الخير ربي سبحانه نكرن الخير ربيع أي غار طلي إن كان دسون طلي إن كان فلان يسعى كذا فلان يسعى كذا يتوغي نزدي فكار ربي سبحانه وإنسا غيث مثلا لقرا العدد يحقر النعمه ربي ماشي الحاجه غير جنن سعوا القناعه غيث مثلا
نقدر زقاق بالقناعة إن شاء الله. أولا إلا كان علم باللي الأرزاق يقدر يثنت ربي قبل أن يخلق العباد، ربي يقدر الأرزاق قبل أن يخلق. ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، يقدر ربي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ربي يرزق. يقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أي مذنا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، فلماذا الطمع أحبتنا في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قرد أي مذنا قوف ربي طلب ثم عيش نونس الحلال، حذر فتروح مدى وما معيش نونس الحرام، خطر حاشيني كي قدر ربي غير تاويل غاسة تروح الحرام وزمي ضد عدذني المكتوب ربي سبحانه. فاتقوا الله وأجملوا الطلب، بعد شدينا لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها وتقوذ ولا هرث موته حاشا ما تقول إنك يكتب ربي غاسة يعطل ومعيشي ربي سبحانه وتسرق ضرر الدنيا حاشا ما تقول إنك يكتب. وماذا قال يموت العبد احصوص باللي ذلجلي سيدي قضن لما عيشي سيك فوكل كنا دنجمعنا كدونيث الطباثن الدونيث كاملة دنجمعن زميرنا غير تسلكل خطر ما تسد الموت خلاص. أيت مثلا اتقوا الله وأجملوا في الطلب. تيسناث إلى قيل المؤمنين إلى قنا علم باللي الدونيث أكيد الفانية وكنت فوت كسبب أتجد فيك سيبوس العبد إلى قدي شغل القناعة مش هذا تسعول القناعة تقولك أتعلم بلي ذا ربي رزقا وأتعلم بلي الدنيا الفانية. كي عاد الدنيا الفانية هل يطرع كنا نقيم أن صار جمعي شناديس خاطئ. إلا قن سبب إلا قن خدم إلا قن نزل إلا قن عزار إلا قن فكر ميقل الحلال ذغنيت مثلا ماذا قلنا نعلم ذا ربي رزقا وبلي الخيرين الدنيا إلى زوال ولا شيء نريقي من الدنيا ودي قول الحال النغ على جل الدنيا دي يقول الحال الميزم على جلد النيث ودي يقول الحال ونتملا عراء على جلد النيث لأن الدنيث الفاني. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم إنيك ربي طلغة ولون ولونك ما صلحا كل شيء غادي يصلح مفسد ولون كل شيء غادي يفسد إفكتيف مايث مثلا لعيبة ذلك سنغ العجل دونيث لعيبة ذلك مخالفا يكتميك زمن وريت من العين أرى خطر أهلك ولو ولا وزن خطر تسول بلاذ مثلا نوام بلي ذكر قيما أرضي هذا رب الخير. أن ينظر المرء لمن هو أقل منه في المال والمنصب والجاه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. تيند في اللاس إند النبي صلى الله عليه وسلم تموقول ديما وين يجلس داون وين وتموقول ثرد ساون نوم الشيغة تحقر من نعم ربي سبحانه. في سربعة تربية النفس على الاقتصاد في الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير. أي ثمثنا المؤمنين قرنس القبيل زيك زرتم سيتغ الجنين بزورنا ذي الحكمة يعني ذا ولي قلن يجمل ذا كل خير من الدين الدنيا قرنس وين يا أغوان يخذ عربي يسعال معنا ونسليه كيف مثل لن عيبذ تعيش انت معيش القاسبياج تقيرنا الرزق تقيرنا القوث تقيرنا اللبسة تقيرنا الأمور الدنيث السنة ذا يغار تقير هنا إلا الخير الحمد لله سيكمي إلا الخير كان استقرار على غيه مثل الدين نغي تربي يغف الاقتصاد. يقاد ربك القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقاد قل أيضا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. غص عير غص زذنك غس عيد الخير وطقر رزق ربي سبحانه. أثنى كدي قاس أي مثلا المؤمنين نفسي تكتاع دنواز دعوه ذا قال ممكن شهر رمضان شحال طقر النيزة الجيرية تخبيزين أشحال أشحال شحال طقر أنا لابوبالك وان دون شهر في كتاب ترى الشيف 100 مليون 100 مليون دو باكات 100 مليون تخبيزين على بوبال وهذا الخبز كان بغير منا دين نظام
تفن اللعيبة تشكارين سميدة كاشتينت يلا بوبال كرامكم الله فريت العقل أكسو مكسو ميت واتقر لبوبال ديو زت واتقرنا لبوبال أكي يعني أنت نتراجع ربا غدي في كل خير وغدي في كل هو وغدي في يعني رزق ربي سبحانه وكلوا واشربوا اتش تسوث ويحرمها ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سيك باش نسعوا القناعة إلى قنا ربي في نفسي في النغ أي ثمثل غف الاقتصاد يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يخشو شينو فإن النعم لا تدوم السنم في منون أنه تشم القانون نون وتصرف من القانون نون خطر النعمة وتسدوم ما غيث مثلا والله ما تسدوم شهد العيبة ذي قلن قيساء قليساء نو من كل شيء يحضر سمعوا غنغار الديق وراح توريك سلهيت سمعوا في الدلدونيث غلق انت ليفان ينومي بانسيون يشمان دلورو يكاث الدينار يكاث الخير ربي ما يخدم ما يقدم هذا مثل والدينيس تقول دوني تبر كانت يزميرا دي عيش يزميرا دي خدم يسنو ماري مانيس لم عيشت فايت مثل عبدالي قارد يسنامي مانيس أكيسينا عمر بن الخطاب يتسف العيبة ذك السوق قطونت ويقتد الفاكية ويقتد ويقتد نانا ينيس ناي غار كثة تسوي مدى كونشتاكي أتش ما كونشتا يعني نانا سيا يا أمير المؤمنين انت شذ هيد انت ولي الفاكية انت ولي كذا انت شذ هيد غتنج ينيس ناوى كل ما اشتهيت مشتريت يعني بندم جميع ويدي شدها إلى قتي ديا على رئيس مثلا ساكيد العالي يغتين كوني العالي يغتين الدريان نار اش حال العيبة سنو من الدريان سنير ثانوميا اين قفغم ميسا سيديا اقلعت والي كل يوم قلع سوبرت ناك تحونا الحانا القشي عنا ذي لاغبي ذي زوالي مشاء الله تحونا الله سوبرت امي سمود يدي مارا اين قفغم تفضي كثير ضغر نسا القاعة يتخبي بذي القاعة ذو النور اساكي غويز لين قفغم أزكى غويز لين قفغم وسمري مغا وسمري قد طلبين دون سمير فاغن كارا تخدمه على رأيت مثلا أو يزديني سلاقا أو يزديني قلزمان ماشي كانت تسعيض المعنى سلاقة استقرض خاطئة العرض إلى قد اقتصديت مثلا ويجب أن يعتقد المؤمن أن الله جعل التفاوت في الأرزاق بين الناس لحكمة يعلمها فإلقى سعريضة تقولوا أنه سمير نزغ بالليم الخلافة كي قلان غير الموت فين العباد وذ الغاني وذ الفقير ويسعى ويسعى فإذا الحكمة ربانية ربي كان يقزغها ربي يقسم الأرزاق كان يقفغها يقارد أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ربي يكون يقسم يعني الأرزاق كي يقسمان كذا الرزاق يفكد ربي ويكسى سوى باش غيج العباد نتمي حوايج كويرانا كتشي غا كيحويجا يتعاون سكذا كتشي غا يطفض كوين نضال قالنا سيرقس يرقس ربي وحدس وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم هي الحكمه ربي سبحانه وتعالى واعلم يا بنادم ازمري نتفغي ذاك تمني تحبيط ازمري كيصليحها إزمرين تكره ذاك النور تبغي ذارة بلك ذوني كيصلحها إلا قد سوك الله مريك يا ربي سبب أخذهم سلواجبك لكن أوليك إلا قد يرتاح يقارد ربي وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون بلكين تبغي ذاك ديريات وكيلا قرار بل كاين تبغي ضرر وينك يصلح هذا ربي يجزان كون يكون عليمها كذلك ايها المؤمنون عباد الله الى قل عبد ذي سنامي مانيس اذيك سبق الدوني ثيني لقن كان خطر ذي ثقاريت مثل وغي حرماء العبد ذي تشنا غذي سونا غذي لسنا غذي بنو لكن المؤمنين في الحقيقة الامر الدوني ذي الفاني غيني نسعى غثنج ذي شاري نفعل بنادم يقنفع حشينك خذب ذو الخير العبارة ما تشيغ شحال تسعيض العبارة مثل البركة كتم عيشتين اكت العبارة ما تشيغ شحال تكسبض العبارة ما تخدم ذو الخير خانس القبيل زيك طعام ثلاثي مورن ويجب ذن تدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اين تتشيض يبلع اين تتشيض قشرع اين تصدق ينفع اين تتشيض يبلع تتشيط نغ ثلسيط نغ سويط يروح اين تتشيض أزكى نفرقا الفرقا الوراثة دي تغيمة الشيء
أين تصدق قضية نفع حاشين تصدق قضية غطف حاشين تخدم الدل خيرا صف الغرب بسمحان فيت مثلا صحابة رضوان الله عليه مذرين راغي الدنيا ils étaient des commerçants ils étaient des milliardaires سعند لي ريشستين قواني عون النبي خدم لي الدين انسان خدم لي الاخر انسان سيدنا عثمان بن عفان الى سعى الشي ذم قران اسميك حصل النبي صلى الله عليه وسلم يوت الغزوة ولا شو شغي يجهز الجيش ينس انو اثني سلكند عثمان هذا عثمان يثمثنيك جهزن الجيش اني سقلين دك يا رسول الله تسقوال يفرح النبي صلى الله عليه وسلم اذا عيس اني سما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان يا عفيس ربي إذا ما تنظر من القيمة يعني من الشيء قد دونيث فالشيء يكير إلاق العبد ذاتي حرز إلاق العبد ذاتي سوف غندي قلق ما تشي كانت سعيد طقار وإنما إلاق ذي راح قمت قانيس واسمارت خمكر الحاجة خميتي وضمار ربي خدمار العبد عيون العباد خدم الخير أفنو صدق من ربي خطريت مثلا شحال العباد الصديقة يوم القيامة وتوين رتواب وتوين رتواب أيغار أسين يا ربي غير صدقة أسين يا ربي صدقي وذمي أسين يا ربي كذبت في الديفاض بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل فيؤمر به إلى النار أتصدق باش قد زغل مدان أشوفوني يا ناس أسوي ثقفة دمغسيل في الفيلمية شو تلبس عليك وكيف مثلا أشو تلبس عليك زوالي مسكين قسر شو تحظى تفضح يعني ثقفة دريان ديتو يعني كانوا يعني كنا قانون سوزي استيميري نخدم العيبة إلا وين دي لقى ديفين الخير نعم إلا قد ديفين لان دي الحوايج إلا قد ديفين واشو باش هذا معنا ذن مدن لان دي الحوايج وزمير ذات خمس سوفراء إلا قد ديفين أنت ميغن دان العب دي زمير دي صغيمانيسة دي صغيمانيسة خير ما تشيغة تصدق الشيطح وتصفض الحظ العب دي الصدق لك اخذ ميسا ربي ماشي غير العب وما خدم ذا الخير وتراجر الرتور ما تشمش كان كيد مدن انا قدعطيك ساحه اش درجز العالي سينو خطير سيرتو غطاس العباد في تشلن اسمع رخم للخير العباد ترنز د الشر العباد كي قارنو وثني تا درنا رجل الخير هذه حبس سيني بقى على خير الخير راجع ليا نكمل ندم لو كان تخدم دار ربي جامد تحبس غاسوس قارنرا العبدين درجز العالي غاسوس قارنرا كذا مشي خدم دار ربي وحبسها لانه ربي لا يضيع اجر المحسنين شحال الحاج ساعه شحال الأذن مازال الأذن شحال دو مينوت إن شاء الله إذا اللي كيف مثلا أكي قال النبي صلى الله عليه وسلم وصي المؤمنين أنه يسعوا القناعة تقول ونسن يقرض عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها آية مثلا القلب ذي اسمه رعب وضيس أي اسمه قل كندساوي ما ذكر الصباح أقليك لما نربي ديجا ذكرت صباح ترويح ذيك ما زلت لا أحمد ربي لا لعيبة تصبح إذا الصنام ميكي كيني صفبها أنا أروينك دوني صفب توجور للبيسيميز أحمد ربي ما زلت عاشر تدرض أقليك لما نربي لما نقخامي لما نق الأهلين ثمورتك معافا في بدني ذكرت أقليك الصحة تفيد ديمانيك كثزمار تصل عيبة ديمو ما تسمني الصحة معافا في بدن عنده قوت يومه صعيد أم عيش لقواسك حمد ربي تفضل تسم الدن تفضل تسم الدن والصوت دار اشتغيش مثل فالعبد لقد يسعى القناعة يقولي سيدي يسعى الرضا سويني يصدق اسم ربي سبحانه وتعالى لين يدينا الإمام علي تقوى الله لفغي ربي سبحانه قرمطان لحقق التقوى هنا دي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هي تنقرث أزدن كم إن شاء الله كده سيدي الدون ميش تبع ربي سبحانه وتعالى وقت الحائذن الحاج تفضل لي ايه قاتي الجن إذن جماعة الله أكبر الله
حي على الفلاح. حي على الفلاح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. المؤمنين كي نغثنوا ميال سكواس طلبايا كي غرانك والله ربي غير صفرح نس القرآن إقلان تسبا باش نسمح سيو والله ربي نسمح سيو القرآن نكوني ذاغني إلا قانتو الخير إلا قسنر الخير إلا يعني غث نس فرح سويني نزمر وأجر الجميع الله عز وجل أذكر الكريم مزين نجمع عن أيدي كتب ربي سبحانه وتعالى تفضلت أو ديس أي تمثلوا بخل ثرى وأنا يبخلني بخلي العمريس لأنه المفضل قوين ريف كل عبد إدري منيس ذا والله ربي سبحانه وتعالى يتمثل أول رب ريت نزرى مشو كان الخير للعالي وين يكسن نزليس للعالي وين غان الخير إيه مولا الخير نفنيس فرحنا غرنا ولا ربي سمح سنا غدا يعني لن تسبب باش نسلي القرآن العظيم وإلى قرار نتوى يتمثل قلق العواشر العشر الأواخر صدقات لها للعالي وين يفكان إدري منيسي وذما ربي سبحانه أدن دعوس الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى بخل ثريث مثلا غسل وندي قوينا رسا ولش في الناس ما زلنا نغنو غد نجمع بإذن الله عز وجل يغيت مثلا رفلي فسويني ثمين إن شاء الله ونغي صدقا صدقا ويضم ربي غتي قبل ربي إن شاء الله ونغي صدقا صدقا يموضينا في صحل ربي ونغي صدقا صدقا يموثنا في رحمة ربي سرحمة الواسعة ونغي صدقا كرا صدقا يعني غك نقانين والنية يسعى غبل استغفر ربي سبحانه وتعالى هذا يجعل ربي إن شاء الله صدقتك في ميزان الحسنات تجعل ربي الصدقة غريبة على ذلبنا تجعل ربي الصدقة غريبة بركة رزق تجعل ربي الصدقة غديونا الخير غري خامنا إن شاء الله عيث مثني قارد النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات ذوي ثيمو ظنون الصدقات سبث صوانيث لكن الصدقة سحلي مظن أذي سحل ربي مظن إن شاء الله سبحانه وتعالى يقارد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ما يموت بندم تكفى الخدماس ماذا شيتي تصوضن ذا الخير مثلا غير الأمور تصوضي الصدقة إن شاء الله ونغي صدق لي مولانيس أتجعل ربي إن شاء الله قميز الحسنات تجعل ربي الصدقة ذا الهدية الخير أغي الحق نغري زكوانس إن شاء الله سبحانه وتعالى أيث مثلين ثمين إن شاء الله أغي وارب بقبر من الخير أغي وارب بقبر من الطاعة أغي وارب بقبر من الدين أذي سزق ربي أولا ونغي إن شاء الله أذي جمع ربي شمل النار أذي زدار ربي ثق مسيرة نار أندعو ثيم وظن إذي سحل ربي مظن إن شاء الله يموضان يقول لك سبي طرد قلم خير وعلى خير يموضان يقول لك خام نثني صحل ربي أندعو ثي ويذي يموث نثني رحمة ربي صرحمة الواسعة نجعل ربي نثل الجنة نثل رحمة أتنجعل ربي ذي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أتنجعل ربي قد ميعفى أتنجعل ربي قد ميرضى أيث مثني نثمين أذي قبل ربي تظلثنا أذي قبل ربي صدقنا أذي قبل ربي القيمنا أغي جعل ربي قل خيرا نقطوك شر النجوم أورني غريفة سنرق القلة وغديه قير ربي قبل الخاص إن شاء الله أيث مثنى المؤمنين أرجع على ربي إن شاء الله مي قدس نرحمة ويتكيوا أرجع على ربي مي غولدنا الخير ويتسني الغروة أرجع على ربي مي قرمودنا الخير ويدلوا إن شاء الله أذي قبل ربي صدقنا أري وفق رب الخير أنت خير أري بلغ ربي ليلة القدر المباركة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.